بعد أن احتفلت جهات في الحكومة بانخفاض بنسبة الجرائم في الأشهر الأخيرة، شعور بفقدان السيطرة يخيم على المشهد العام في المجتمع العربي. فجرائم العنف لا تتوقف بين جرائم إطلاق نار وتفجير مركبات وتهديد. إحنا كبلدية الفحم قمنا ببناء خطة لمكافحة العنف. هل هذا بكفي؟ لا بكفيش. في جزئيات اللي بتعلق بنا، في جزئيات تتعلق بالشرطة، بتعلق بمكاتب الحكومة. يعني اليوم موجودين هنا مشان نقول للشرطة قوموا بواجبك. كل ما يتعلق مقتل الأخ نضال، العنوان كان على الحائط، وكان الشرطة مفروض أن تقوم بواجباتها وما كمتش بواجباتها، لذلك إحنا موجودين. وإذا في مكتب حكومي مش قايم بواجبه، راح نوصل له الرسالة إنك أنت مش قايم برسالتك، مثل ما إحنا منحاسب أنفسنا وين إحنا مخطئين ومنحسن أداء. ميمنة إغبارية فقدت والدها الصحفي نضال إغبارية دون أن يقترف ذنباً، قتل بدم بارد أمام أعين المارة، وهي لا تذكر منه إلا أنه كان طيباً ومسامحاً. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، لأنهم حرمونا من أبوي، بس إنهم حساب إن شاء الله. وأبوي مستحيل أبى حدا أو كتل حدا أو أبى حدا أو أخذ حق حدا، مستحيل. أبوي عاش شريف ومات شريف. والحمد لله الله يرحمه. بكيت بالغرفة، يعني قاعد بكرة وهاب، كنت سمعت طخ، فتشرت انه على دارنا، بعدين بشوف اذا في حدا ميت، بطلع الا بكتشف انه ابوي. وفي الوقت الذي ينام ويفيق فيه المجتمع العربي على جرائم إطلاق نار يومية لا تعرف الفرق بين رجل وامرأة ولا بين شاب وعجوز، لا يزال الرأي الدولي حول العالم ملتزما بالصمت. في السابق كان لنا توجه لهيئة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي حول، يعني لا أسميه عجز الشرطة وإنما تواطؤ الشرطة مع قضايا العنف والجريمة في مجتمعنا. في اعتقادي يعني قد يكون الفترة السياسية في السنتين الأخيرتين يعني منعت استمرار هذا التواصل، وأنا أعتقد فعلا أن الآن أيضا الوقت مواتي لأيضا تصعيد على المستوى الدولي وطرح هذه القضية ليس كقضية شأن إسرائيلي داخلي وإنما كقضية دولية تهمنا وتهم حقنا الأساسي بالأمن والأمان في بيوتنا وفي أحيائنا وفي بلداتنا. وأنا برأيي هذا ممكن يعني مع المزيد من الضغط الدولي ممكن فعلا أن يكون لك تسليط يعني أضواء أكثر على هذه القضية، الأمر الذي قد يؤدي أيضا إلى ضغط يعني على الحكومة الإسرائيلية في الموضوع. لا شيء يردع المجرمين عن حصد ضحاياهم، الأمر الذي يفرض حالة من الإحباط على كثيرين في المجتمع العربي، في حين تطالب الجهات الشعبية والقيادة السياسية بتدخل فوري لوقف شلال الدم الذي يضع كل المجتمع العربي في دائرة الخطر.